أبي، متى سوف أصبح سيدا؟ أنت سيد الآن جوندوز، ماذا تريد أيضا؟ أهناك سيد بلا سيف؟ جوندوز، من أين ظهر حب السيادة هكذا؟ السيد قوته ليست في سيفه، بل في قلبه وفي عقله. الآن تعلم ما تقوله لك أمك، ستكبر أكثر وأكثر. في البداية تصبح محاربا، وإن أذن الله تصبح سيدا. جدتي قالت كي أصبح سيدا يجب أن أملأ معدتي. لتكن روح جدتك فدائك يا محاربها الصغير، تعال إلي. استمع إلي، كي تصبح كجدك سليمان شاه ووالدك السيد أرطغرل سيدا لقبيلتنا، معدتك وعقلك يجب أن يملأ. هل فهمت؟ أخبرني الآن، حفظت ما علمك إياه إسحاق؟ نعم حفظته، هل أقوله؟ أتسمح لي سيدي؟ تعال عبد الرحمن. السيد عليار أرسل مبعوثا ليأتي. تفضل، يمكنك الدخول. سيدي، السيدة أسلهان اختفت اليوم، والسيد عليار يشك بأنها خطفت. ماذا تقول؟ من يفعل هذا؟ سيدي يشك بأن باتوهان من خطفها. من بعد إذنك، مع السلامة. أخبر دوغان وتورغوت أن يجهزا المحاربين، سنذهب غدا لقبيلة تشافدار. أن تكون سيدا ليس بالأمر السهل بني، السيد عليار بحاجتك الآن. إن شاء الله ستجدون السيدة أسلهان سالمة وتحاسبون الفاعل. سيدي، إن تشافدار لديهم سيد الآن، بما أن عليار سيدهم لماذا تذهب أنت؟ سيدة حليمة، إن كنا إخوة فنحن إخوة في السراء وفي الضراء، سأذهب لنجد حلا لمشكلتهم معا، لا وقت الآن لغيرة النساء. إن كان باتوهان السبب في هذا، أو إن قام بهذا الأمر بسبب حقده عليك، أو إن حل أي شيء بأخت أسلهان، فلن أتركك حياً. عليار، أتسمع ما يقوله فمك؟ لقد جررت بنا للمصائب بسبب جشعك، متى سننتهي من نتائج أفعالك الملعونة؟ في كل مرة نقع في المصائب بسببك أنت. كيف تكلمني هكذا؟ إلزم حدك سيد أورال، أنت تتهجم على سيد قبيلة تشافدار. بل أنت من سيلزم حده. هيا أنزل خنجرك وإلا سأقطع يدك. أنت ألا تعلم ماذا يعني سحب الخنجر في وجود الأمير سعد الدين؟ اخرج. هيا كتولجا، اخرج.
من حسن الحظ لم تصبح سيدا. لا تعرف العادات ولا الأدب، لو عرفتها لما هاجمت سيدك ولما فعلت فعلا سيئا كهذا أبدا أمام الأمير سعد الدين. وفي كل مرة تغضب وتغضب هكذا سيقع تنبيهك على رجل مثل كوتولجا الغبي هذا. اغرب عن وجهي الآن.